نعم طبعاً ايه. دكتورة سمية من المملكة العربية السعودية واختارت الوجهة المالديف. المالديف من الكويت للمالديف 6 ساعات. ليش اخترت المالديف؟ أنا ما كنت رحت المالديف، وأنا بين فترة وفترة أحب أسوي عزلة. فقلت خليني أروح أسوي عزلة كذا، أطبخ شيء جديد. شيء عقلي. إيه أكيد، أفكار كلها أفكار وإنتاجات فكرية. راح تروحين لحالك؟ إيه طبعاً. إيه لأن المالديف معروف عنها فإن هي للعشاق للأزواج. لا بروح لحالي. أوكي. تحبين نفسك؟ أكيد، في أحد ما يحب نفسه؟ إيه صح؟ أكيد حضرتك عارفة في ناس ما يحبون نفسهم. يؤذون نفسهم. يؤذون أنفسهم، صح. بس هم في العمق يحبون أنفسهم، بس في كثير فلاتر وأشياء مغطية على هذه الحقيقة. الحقيقة مشوهة. أنا توقعت لما قلتي لي المالديف إنك تبين تعيدين شهر العسل مع زوجك. إحنا الشهر الجاي راح نكمل 10 سنوات. ما شاء الله. ما شاء الله، مفكرة إن أنتم تسوون شيء مختلف بعد مرور ال10 سنوات؟ أكيد. نعم راح نتكلم أكيد في بارت كامل عن زوجك ونصفك الثاني. تعتبرين نصفك الثاني؟ لا. أوكي، أنا كنت أدري إنها راح تعطيني أكيد مفهوم جديد. مو أنا كاملة، ما أحتاج أحد. صحيح؟ أي وهو كامل ما يحتاجني. على أنتوا ليش موجودين في حياة بعض؟ ننبسط في الحياة. والحياة يعني الهدف منها فقط إن إحنا ننبسط؟ إيه. إيه لأن الناس مو فاهمة هالشيء. لا لازم يفهمون. إيه لأن الناس دائما تعتقد في إن الحياة عبارة عن هم وشغل وتعب، إن ما يستمتعون حتى بشغلهم، دائما يتشكون. بس في أحد بسطت الشغل، بسطت الهم، بسطت النكد. زين أنت تزوجتي عن حب؟ لا تقليدي. زواج التقليدي. إيه. أنت معه؟ شلون معه؟ أنت مع الزواج التقليدي؟ كل واحد على كيفه. يعني شوفي في ناس وايد بالعصر هذا يعني خصوصا ب 2019 ضد الزواج التقليدي، يعني شلون أنا أتزوج يعني واحدة أنا ما أعرفها وأتعرف عليها بعد الزواج؟ إيه هو مخ راكب كذا. إيه فأنت مخك راكب كذا. لا أنا ما كان عندي خيارات. إيه. أنت غصب. لا ما كان عندنا يعني ما كان في خيار إني أروح وأحب وأتنقى، ما كان في هذا الخيار.